وتوافد المئات من ذوي ضحايا سبايكر إلى قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين لإحياء الذكرى الأليمة في موقع الحادث، وقد عبر الأهالي عن حزنهم مطالبين الحكومة الإسراع في محاكمة مرتكبي الكارثة وتنفيذ القصاص العادل بحقهم. وليد علاء والتفاصيل. في مثل هذا اليوم من عام 2014 تلون نهر دجلة باللون الأحمر بعد إقدام تنظيم داعش الإرهابي على قتل أكثر من 1700 شخص من العسكريين المجردين من السلاح في واحدة من المجازر التي هزت الضمير الإنساني وارتعب العالم لهول وحجم فظاعتها. وللسنة التاسعة تواليا تنظم في قصور تكريت مسرح الجريمة زيارة لذوي المغدورين مع محفل تأبيني لتخليد ما حصل. هذا العام تتميز هذه الذكرى بتكاتف الجهود في تخليد الذكرى، وتخليد الذكرى تضافرت فيه الجهود الوطنية والمحلية والمنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمة حقوق المرأة في السماوة التي شاركت في هذا النشاط بعمل معرض من الصور لتخليد الذكرى، باعتبار أن تخليد الذكرى يعتبر أحد الشواهد التي تخلد هذه الجريمة. تحديد ضحايا الرفات وتحديد أماكن المفقودين بتقديم الدعم والإسناد لفريق الوطني المكون من دار الشؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي بعمليات البحث والتنقيب وانتشال مئات الرفات من منطقة القصور الرئاسية وحتى من النهر. ولأن في القصاص حياة كما عبر عن ذلك القرآن الكريم، طلب ذوي الشهداء أصحاب القرار الحكومي والقضائي بالعمل على تطهير السجون من القتلة المنفذين لهذه المجزرة بأسرع وقت، متسائلين عن سبب تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مع اكتساب القضية الدرجة القطعية. الأمهات الثكالة طلبن أيضا بتسليم رفات فلذات أكبادهن لتوارى الثرى كحال شهداء والمتوفين. هذا ابني وغالي علينا، احنا ربيناهم بالضيم ربيناهم، وتسع سنوات هم مفقودين، ما حد نظر شغلتنا. تجي الناس وتحكم وتروح وتحكم والف حكم حكمهم، احنا كل شيء ماكو، يعني ليش ما ينظرون شغلتنا؟ احنا مو امهات ربينا وتعبنا، يعني ليش هيك يروح دمهم واحنا نريد جثثهم؟ نرجو من محمد الشياع السوداني ان ينظر بشغلتنا ويشوفوا لنا جثثهم ويدزلنا جثثهم. عوائل الشهداء يحيون هذه الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها عدد من أبناء العراق الأبرياء المظلومين الذين لم يرتكبوا أي جريمة، ولكن كانوا فقط منخرطين بالأجهزة الأمنية. غايتهم الأولى والأخيرة هي الدفاع عن العراق وأرض العراق. الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية إن شاء الله قاموا بتحرير هذه المناطق التي حدثت بهذه المجزرة. رسالتنا إلى القضاء العراقي العادل وإلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أن ينفذ حكم الإعدام بمرتكبي هذه الجريمة المتواجدة جديد في السجون العراقية. ذكرى مجزرة سبايكر تتجدد وتتجدد معها في كل عام مطالبات تسليم الرفات إلى ذوي المغدورين وإعدام ما تبقى من مرتكبي الجريمة الذين لا زالوا يقبعون في السجون. من موقع القصور الرئاسية في تكريت، وليد علاء، صلاح الدين.